والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من على حجاج هذه الحرام بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الزملاء، يسرني أن أشكر الله جل وعلا وأحمده وألهج بالثناء عليه أن من علينا بنجاح هذا الموسم، والفضل في ذلك لله جل وعلا ثم لقيادتنا الرشيدة بعنايتها الجليلة ورعايتها الفائقة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة، فجزاهم الله خيرا. وإنني باسمكم لأرفع عاطر التهاني والأمان على هذه الجهود المباركة التي قدمتموها خلال هذا الموسم في تناغم وتكامل وتنسيق بين جميع وكالات الرئاسة وإداراتها، ولا سيما في الميدان. شكر الله جهودكم، وإني أهنئكم على ما تحقق من نجاحات مبهرة وتميز عظيم. شكر الله جهودكم، ولا حرمكم الله الأجر والمثوبة. وإنني أشكر الله عز وجل وأشد على أيديكم في مواصلة المرحلة التي هي ما بعد الحج والاستبداد. لزملائنا في السناب والمتابعين له على ما شرفوا الرئاسة من متابعة هذه الجهود المباركة والإنجازات العظيمة التي تحققت في موسم الحج هذا العام. فلمتابعي السناب الشكر والتقدير، ولزملائي كذلك. هذا الفريق المتميز نجاحا مبهرا وتميزا مذهلا، ولله الفضل والمنة. شكرا لكم.